المجال الفني عنده نصيب كبير في برنامجنا بحضور عمو يزيد اللي أعطى نصيب أوفر لكل الأطفال خصوصا خلال عطلة هذا الموسم. نقول صباح الخير عمو يزيد. صباح الخير لطفي. سعيد جدا سعيد جدا حبيبي، نورتنا بإطلالتك. والله يا ربي يخليك، نتابعكم كل صباح حبيبي. كل صباح نتابعكم ونتابع اخباركم، وشكرا على حتى احنا نتابعوا برامجك اللي تعرض عبر قناه الشروق العامه، وايضا نتابعوا كل خطواتك. لكن حابين تعرفوا عن الخطوات الجديده اللي تساير من خلالها الاسبقيه شويه. صح، يلا تفضل. والله قبيله كنت نتكلم معك، قلت لك باللي مع قناه الشروق هذه السنه درنا زيادة على برنامج مع عمو يزيد لو يمر نهار 3 على 5 على العشية ويتعاود السبت على 10 ونص، درنا وحصة ولدنا تحت جناحنا، درنا برنامج عمو يزيد شو. هاد وين عمو يزيد مع قناة شروق يتنقل للأطفال في المدن، في المدن تاعهم، يعني شيء من أروع ما يكون، يعني باش تشوف الناس كيفاش استقطبوا. وجبت لكم بعد الصور حصرية لعمو يزيد شو في مدينة سكيكدا، بعد نشوفهم. شيء من اروع ما يكون. دونك نتنقلوا عند الاطفال هادو ونزيدوا، لانه بزاف الاطفال حابين يجوا لحصه مع عمو يزيد يشوفوا ارواحهم، ولكن ما قدرناش باش نستقطبوا قاعه الاطفال. كي نروحوا لعندهم نصوروا الحفل. كي نصوروه ورفعنا تحدي هذا العام طيله العطله، كل يوم صباح العشرة ونص تاع الصباح عمو يزيد شو نصف ساعه. كل الولايات يشوفوا ارواحهم، قاع اللي تنقلنا لعندهم يشوف روحه الطفل خلال العطله على قناة شروق صباح العشرة ونص، يشوف برنامج عمو يزيد شو اللي فيه أغاني، فيه عبر، حكم، حكايات، يعني حفل كما يقولوا، ويعني عالم كبير. هو يعني عمل جواري راه يقوم به يزيد بالضبط، من خلال تنقله للمدن من أجل إفادة كل الأطفال بالضبط. ومعروف على يزيد أنه ما يفيدش بركة في الصغير، حتى الأولياء اللي يرافقوهم يستمتعوا من خلال البرنامج اللي في كل مرة تسطروا يتماشى وأذواق كل العائلات بالضبط. وصلت لصميم الموضوع دائما مع المنظمين وكامل، يشوفوني حريص على انه الدخول للاطفال واوليائهم. يقول علاش تزيد اوليائهم؟ علاش ما يجيبوش ولادهم ويروحوا؟ يقول لهم لا، لاني انا اعود لهم كلمه، انا مع المتعاملين تاعي وكامل عندنا قناعه تامه باللي الطفل يربى، يعني الطفل انت تربيه لازم ترافقه. مادام الوالي ولي الامر يجيب وليده باش يشوف البرنامج، يعني يشوف عمو يزيد شو، انا نحبه يجي يشوف باش يشوف وليده واش يسمع. صح، باش كي يكون في البيت يرافقه. حتى في البرامج التلفزيونيه حتى على الانترنت يقولوا وليدي هذا واش، يعني مهم جدا. واللي مجد لكم اسبقيه من اللي حاب يشوف شو تاع مدينه سكيكدا، تحيه لكل مشاهدينا في سكيكدا وفي كل مناطق الوطن. نروحوا نشوفوا الاجواء كيفاش كانت مع عمو يزيد حصرياً على برنامج صباح الشروق. يلا تفضلوا. سلام عليكم، سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم، سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية سنة. بالي 11 شهر. واش هو الجواب ولدي؟ 6 جوان. لا 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 لا، اليوم العالمي لحقوق الطفل. وقتاش؟ شوف منا، واسمك بنتي؟ شيماء. شيماء الله يبارك، شحال في عمرك شيماء؟ 10 سنوات. 10 سنوات. ديسمبر وآية راهي معانا هنا طرحت السؤال تاع 3 ديسمبر، هو اليوم العالمي، ماشي ما نقولوش المعاقين، هي تقال على كل حال، ولكن احنا ماذا بينا نقولوا ذوي الاحتياجات الخاصة. إذا وقتاش؟ ماذا ما كي تسقسي على الجواب؟ سير ردي بالك. أنا درب المدرسة وأنا ماشي أدعو الله أن يرفع لي منزلتي. أحمل على ظهري محفظتي أقصد أنا درب المدرسة وأنا ماشي أدعو الله أن يرفع لي منزلتي. أدخل مدرستي بتأني حسبا أنشده وأغني. أدخل مدرستي
مدرستي بتأني قسما أنشده وأغني فعلومي أدرس وأثابر وأدابي أجزاء مني فعلومي أدرس وأثابر وأدابي أجزاء مني لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب وأنا عائد أدعو الله أن يحفظني أمي وأبي لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب وأنا عائد أدعو الله أن يحفظني أمي وأبي على أهلي ألقي السلام بأدب مني ونضال على أهلي ألقي السلام وأراجع ما كان وأصلي فرضي وأنا كانت بأغنية حين أنهض من نومي كل أشخاص لنهضوا درك مرقد كثير من الأطفال راهم عطلة نقول لهم صح النوم مرحبا بكم ونورتونا بحضوركم معنا من خلال برنامج صباح شروق وحضور كل الفقرات المتنوعة اللي اخترناها لكم لنهار اليوم وعمو يزيد حاضر بكل ما عنده من مادة قوية تقدم للجيل الصاعد للنشأ وترافق حتى الأولياء في تربية أبنائهم يزيد أيضا عنده ألبوم جديد مبروك عليكم النجاح الأشخاص اللي ناجحين ثالث ألبوم عمو يزيد كاين خاصية تميز بها حصة مع عمو يزيد هي أغنية لكل موضوع لما نتغنى بالصدقة أغنية الصدقة لما نتغنى بالكذب نتكلموا على الكذب أغنية الكذب نتغنى على الاجتهاد أغنية الاجتهاد لما نتكلم عن الكسل أغنية الكسلان يعني درنا رصيد ما يقارب 100 أغنية للطفل في خلال 3 سنوات ومع شروق تي في والمتعاملين رامي وأجل في كل حفل نهدي هاد السيديهات هدينا السيدي من حق الطفولة والسنة اللي فاتت هدينا سيدي معلمي وهاد المرة مبروك النجاح عليكم هو سيدي ليس بالتجاري صح؟ عمره ما تباع اوكي لكن الاشخاص اللي حبوا انهم يلقاوه وما يلقاوش عمو يزيد يبعثونا عنوان على الفيسبوك أوكي. صفحه عمو يزيد الرسميه ولا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com ولا عبر التطبيق ما نتكلموا عليه عمو يزيد يبعثونا العنوان نتاعهم نبعثوه وبعثنا الالاف الناس يبعثوا لي العنوان انا شخصيا اللي نديه المكتب البريد ونبعثوا للناس هادو بألف برافو عليك يزيد خلينا نتحدثوا على تفاصيل البرنامج المسطر خلال هذه العطلة عطلة الشتوية للأطفال والله حبينا نروحوا للوطن كامل ولكن لما رحنا لهمش نوعدهم بلي في العطلة الربيعية والعطلة الصيفية حنزورهم إن شاء الله دونك كنا احتفلنا باليوم العالمي لحقوق الطفل مهم جدا صح لمر وكانت شروق رفقتنا في الحفل الكبير اللي درنا في رياض فتح يوم 25 نوفمبر اللي تكلمنا عليه حبينا في كل مره نتوقفوا لا للترفيه ولكن شويه للترفيه وشويه كذلك للزرع زرع روح المعرفه عند اولادنا يحوس يفهم علاش اليوم العالمي لحقوق الطفل وعلاش الدول توقفت هذاك اليوم واش هما حقوق الطفل يبقى يتكلم مع والده يقول له والدي سمعنا عندي حقوقي ويقول له من بعد عمو يزيد ينتقم لها يقول له ولكن عندك واجبات كذلك دونك كاين حوار هكذا مع الاطفال وهذا الحوار يكون في الشو مثلا زرنا مدينه اسكي كذا اللي شفتوها غير كيما بث الحفل حصريا عندكم راح يبث هذا الاسبوع وكل الحفلات كانت القاعات مليئه بالجمهور كما كنا شفنا في سكي كدا اكثر من مليئه في رياض الفتح عملنا رحت على حفل عملت 3 يخرجوا الناس عاودوا يدخلوا الناس اللي كانوا يستنوا برا عاودوا يخرجوا انا قلت لهم معليش روحوا دوروا شويه ساعه ونص ورجعوا نديروا الشو يعاودوا يخرجوا الناس يعاودوا يدخلوا حتى 8 تاع الليل في 8 مارس كان يخرج كل السيدات من بيوتهم دوكا ولا يخرج كل العائلات من منازلهم شيء جميل جدا والله حبيبي لطفي ما تقدرش تتصور وانت عندك احساس هكذا ولكن ثاني نوجه الشكر كذلك قناه شروق والله مجمع شروق ككل والله ما هي مجامله يعني تبنوا المشروع مباشره يعني تكلم مع الرئيس المدير العام ولا مع المتعاملين ولا مع اصدقائي المدراء وكامل ما نهضروش بزاف على بالي صح شروق سباقه في اختيار كل البرامج التي تنقل وعندهم حاجه يديروا فيك ثقه يديروا فيك ثقه خلاص ما عادش تناقش معهم لانه واش يتعب الفنان واش انك في كل مره تحاول تناقش المشروع وحتى كل العائلات وضعت ثقتها في يزيد الحاضر معنا مولود جديد حصريا راح نتكلم عليه هنا مازال واحد ما على باله هو التطبيق
عمو يزيد على بلاي ستور. رائع. راه خرج اليوم دونك كل عائلة وكل الأطفال يقدروا يحملوه عمو يزيد عمو يزيد. فيه تطبيق يطلع على البلاي ستور على الأندرويد، فيه الحصص، فيه حتى المواعيد، والمواعيد جيهم نوتيفيكاسيون دركا. تخرجوا نوتيفيكاسيون. رابعك راك تساير في التكنولوجيا الحديثة والعصر. لازم لأنه الناس بالمرات يقول لك حنا حبينا نعرفوا وين راح يكون عمو يزيد. صح. حقيقة هي مجمع الشروق من خلال الدعاية للحفلات يعني انت صرت المرآة التي تعكس الطفل بكل عالم طفولة بكل ما فيه من جماليات. شكرا لك يزيد، نورتنا بإطلالتك وحضورك.